يجيو اخرين ثاني عندك خلاص اجري 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 صابون رئيس جمعية نهضة زينة التنمية التضامن بمناسبة عيد الأضحى المبارك للموسم 1438 الموافق 2017. احنا كل هذه عادة كل سنة كنحاولوا كننظموا واحد عملية ذبح وتوزيع أضاحي عيد الأضحى المبارك هذه منذ 13 سنة. كما كتشوفوا اليوم غنبداو ان شاء الله بتوزيع اولا بعض الاكباش لفائده 8 ديال الارامل من منطقه عين حروده والشلالات. هاد الارامل اللي محتاجين لهاد الاضحيه لانهم محتاجين وكيتوفروا على الابناء ديالهم، وكنحاولوا دائما باش الهدف ديالنا هو اسعادهم وفرحتهم. ان شاء الله غدا ان شاء الله يوم العيد غنقوموا كذلك بذبح اكثر من 15 الكبش، غنقوموا بتوزيع اللحم والمؤن الغذائيه لفائده مجموعه من المسنين في وضعيه صعبه وافراد الشوارع بمنطقه عين حروده، وكذلك المهاجرين الافارقه بمنطقه المحمديه، وكذلك بعض اللاجئين السوريين بمنطقه الدار البيضاء. وكناخذ واحد الشعار هو العيد للجميع. الهدف ديالنا دائما هو اولا هو ادخال الفرحه والبسمه على محيا هؤلاء المستفيدين، وكذلك تجسيد روح التضامن خاصه في مثل هذه المناسبات الدينيه وخاصه عيد الاضحى المبارك. كنحاولوا احنا دائما باش نشاركوا هذه الفرحه ديال العيد هاد الارامل وهاد المسنين وهاد المهاجرين ديال الافارقه والاسوريين كذلك، في اطار دائما لان المغرب معروف عليه بالكرم منذ عهود قديمه، وكان لان الاضحيه دائما خاصها تكون للجميع، ما تكونش الاسره الواحده. كنحاولوا احنا دائما باش نجمعوا هاد العائلات وهاد افراد الشوارع وهاد المهاجرين كاملين باش نحاولوا نفرحهم، ونقوموا بواحد الخيمه داخل خيمه كبيره يوم العيد ان شاء الله. يكون واحد الحفل كذلك موسيقي، وكذلك يكون واحد وجبه الفطور، وجبه كذلك عمليه الشواء اضافه الى وجبه الغداء، ثم في الاخير غنقوموا بتوزيع اللحم وكذلك مجموعه من المؤن الغذائيه ان شاء الله. السلام عليكم، انا منطقه الشلالات ومراه ارمله، عندي ثلاثه الوليدات، ودابا فرحانه اول مره اول عيد كنعيد وجيب لي الضحيه وعطاوني المواد ديال الغذائيه وداكشي. وكنشكر صحاب الجمعيه، وكنشكر اليزيد بالصابون ديما كيساهم معنا وديما معاوننا وكلشي، وكنشكر جميع المحسنين اللي كيعاونونا وكيعاونوا كاع العائلات الارملات واللي عندهم دوك المطلقات وكيعاونوهم، فرحانين بزاف بزاف.